افتتح مساء اليوم في مركز فاتح المدرس للفنون والثقافة في مجدل شمس المعرض الأول للفنانة التشكيلية الشابة شاذة الصفدي، وقد حضر الافتتاح حشد كبير من الأهالي والمهتمين بالشأن الفني والثقافي في الجولان. والفنانة شاذة الصفدي من مواليد مجدل شمس في الجولان، درست الفن منذ نعومة أظفارها في بيت الفن في مجدل شمس، ثم في معهد أدهم إسماعيل في دمشق، لتتخرج من كلية الفنون الجميلة قسم التصوير في جامعة دمشق في العام 2006، وهي عضو مؤسس في مركز فتح المدرس للفنون والثقافة في جولان. أقامت الفنانة عدة معارض، منها معرض خريجي كلية الفنون الجميلة في المركز الثقافي الفرنسي، ومعرض الشباب في صالة الرواق في دمشق، ومعرض في صالة الخانجي في حلب، وشاركت في ورشة عمل مع الفنان الفرنسي بيير بلاس. عادت مؤخرا إلى الجولان، وهذا هو معرضها الأول فيه بعد التخرج. وقد افتتح المعرض الفنان وائل طربي مدير مركز فاتح المدرس للفنون والثقافة، فقال: لما نحكي عن شباب أنا برأيي نختصرها بكلمة واحدة، نختصرها بالتلقائية. والتلقائية بالفن أنا برأيي من الأشياء اللي يمكن كثار يحسدوها عليها، هي مش إنجاز شخصي قد ما هي شغلة من الطبيعة أو من الله يعني خلقاني معها. فأنا برأيي إنه هذا الإنجاز يعني هذا المشروع هو ثمرة تجارب أو بحث لعدة سنين قبل ما يسافر على الشام لفترة الدراسة بجامعة دمشق. بتخيل إنه بالعمل هذا في مفاتيح لشغل جديد على المستقبل. والشغلة المهمة اللي بتصور ضروري نحكي عنها إنه بآخر مجموعة معارض عملناها بالذات معرض أكرم الحرب بس معرض شباب، إذا بتلاحظوا في شيء جديد، في نمط جديد يمكن من اللوحة اللي عم نعرض علينا، اللي هو شوي مش مألوف كثير للذوق العام عنا أو للأشياء المعتادين نشوفها. طبعا مش كثير تاريخ المسألة الفن التشكيلي بعيدة، بس على الأقل الشيء اللي نحن اعتدنا نشوفه قابل في شيء جديد هون. هالشيء جديد هو بالعالم مش جديد طبعا، هالبحث يعني له قرن كامل عم يشتغل فيه بالعالم. ومن شان ما يكونش العمل هو عبارة عن طلاسم، يعني كل شهادة مبروك يعطيك العيد الحلو كثير، ونروح نقول الله يخرب بيت عشان مش أحمر شوية في السوار وبيض. فمن شان هيك بس أكرم بيحكي شوي عن مسألة الرمز، عن هاللغة هذه اللي مشغول فيها اللوحة. لا يمكن شغله صغيره حبيت اقولها على الشخوص الموجوده باللوحات ورمز الغراب دخل على اللوحه، بس هيك نقاط اساسيه بالمراحل الاولى بالشغل. في الغراب هو بشكل عام رمز الفيل السيء، هيك بينأخذ بالمراحل الأولى من الشغل. هذا سنة ثالثة تقريبا، نهايتها بداية الرابعة أو قبل كمان. الرمز ها كان فيل سيء باللوحات، وهي لهالسبب ممكن بلشت تشتغل الغراب مع الشخوص وحالة الألم أو الإيد على الوجه في حالة صرخة أو الجنازة، موضوع الجنازة تحديدا كان بداية السنة الثالثة. بالسنة الثالثة الرابعة تقريبا الفترة. بعد فترة مع الشغل تحول الغراب، أنا تحليلي الشخصي تحول الغراب لجزء من هالإنسان أو هالشكل الإنساني، جزء تألف معه وصار قريب له، صار الشكل المحبوب لهالشخص لهالطفل اللي عم ترسمه. فبس النقطة أنه هو تغير مفهومه اللي هو فيل سيء للجانب الايجابي، صارت شادة تحبه كثير، صارت بس تشوف غراب انه اوه شفت غراب حلو يا الله شو يعني هالمبدا. يعني هي النقطة الأساسية اللي بدي يعني اعملها. وفي شغلة بس غير الموضوع معه، انه لنشوف اللوحة تعا ما نتسألش بشكل تبصيري شو اللمسة هي بتعني وشو الخط هذا يعني، وتعا ما نفكرش انه نحلله مثل فنجان قهوة اللوحة بلا ما نفكر فيها هيك. خلينا انا برايي نقف باللوحه ونستسلم، بس خلي عيننا تحكي. شذا لو بدها تقول تفسر كل خط وتقول هاب يعني هيك وهاب يعني هيك، كانت كتبتهم على ورقه ووزعتهم وما رسمتش ببساطه، هي اكثر وسيله. فالشيء البصري هذا ما تحولش لكلمات، هي نقطه اساسيه. فخلينا يعني بمعنى هيك نستسلم في الاعمال، وخلينا نشوف نبحث بصريا شو هي اللي بتعلمه ممكن تنشاف بها نوع الاعمال. وسلام وسلم على اللوحات.
حط شذا على كرسي الاعتراف ونفتح معها النقاش. فاللي معني يوم الاربعاء الساعه 7 اعطاني احنا بنفخر كثير بانه صار في عنا يقام معارض فنية وخاصة بالفن التشكيلي، لأنه كان هذا الموضوع ناقص بالمنطقة عنا، وأقيم هذا المعرض وأقيم غيره كمان، مش بس حتى يقام لأنه ما كانش موجود، لكن كمان بالمستوى الممتاز بالتقنية عالية وبفن رائع كثير جميل، وبيظهر من خلال اللوحات كثير يعني الأفكار غنية و يعني كثيرة، وكمان فن مزج الألوان كثير مبين بشكل جميل ورائع. فإن شاء الله أن تستمر هذه النشاطات وأن كمان نشوف معارض ثانية لفنانات وفنانين غير شذا. نشكرها ونشكر نشاطها ومبروك تخرجها ومبروك أول معرض أقيم لها وشكرا.